السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، انت بترسم الحاجة وهو بيحول لك لرسمة حقيقية او رسمة ينفع تقلها ده رسمة. يعني مثلا ايه، انا عايز ارسم قطة مثلا، فهقول له دي مثلا شكل قطة اهوت، ماشي، وحط لها اهوت الشنب بتاعها اهوت، ونديها عين وكده، اهو تمام، اي شخبطه. هو هيبدا بقى ياخد الشخبطه دي وتكتب له بقى انا عايزها تحولها للقطه مثلا، يبدا يحول لك بالصوره دي. طيب انا عايز هقول له كلير، واقول له انا عايز مثلا طائر مثلا اهو البومه، ترسم لها بقى جناحات اي حاجة انت عايزها، وتقول له ايه جو، يروح رسم لك البومة بالشكل دوت على الدايرة اللي انت رسمتها. فيعني موقع ظريف، يعني بياخد شغوات سعادتك رسم خريطة البلد يا فندم.